السلام عليكم. بزاف منكم طلبتوا مني طريقه ديال هاد السلطه. هذه راح كتجي تلمو راقيه كالضيوف ديالك ما يمكنش ما يتباروش بها. خليكم معايا باش تشوفوني كيفاش كنوجدها. اول حاجه كنبدا بها هي كناخذ فواكه البحر اللي كنصطيهم هكا في مقيله غبتوا مع بودغ الابزار والملح نخليهم على جنب. ودابا غادي ناخذ المحمصه ديال الكنز اللي غادي نسلقها في الماء غليان وغنزيد عليها هاد لافينيغريت اللي غتلقاوها مكتوبه اسفل الفيديو. كتجي واعره وغتستعملوها في الخضر كاملين. هنا قطعت الخضر اللي غنضيفهم على المحمصه اللي تسلقات ونزيد عليها معلقه كبيره ديال لافينيغريت نخليها على جنب. وناخذ كاع ديك الخضر اللي سلقتهم ولا بخرتهم ولا لافوكا اللي قطعت معها لا طوماط ونزيد عليهم نفس الصلصه اللي استعملت. درت لي طوماط سوريز مع البوغاتا الباربا مع الفيتا والقرقاع وخلاص لا سلطه هكا زينتها بديك كروفيت بالورد كوميستيبل. نتوما الا ما عندكمش هاد لو بلا تقدروا تفرقوهم في ديزاسييت هكا وتحطوهم في الوسط ديال الطبله. السلطه ديالنا كتجي راقيه وزوينه وبنينه. نتمنى انها تعجبكم وقولوا لي كي جاتكم في لي كومونتير. جو فوزيم.